في اي حته مقطوعه ما فيهاش صريخ من يومين. حكيم انا بكره الزحمه وبموت في الرحرحه. بموت في ايه؟ الرحرحه. رحرحه؟ انا كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. يا ريان انت شكلك مفيم وشدد ستاير. هي الدماغ ايه بالظبط؟ شكلها كده كيميا. ما هو ما ينيلش البني ادم كده الا بكيميا. اشرب لخص. قولي فرش ولا غطا؟ فرش ولا غطا؟ صدق اللي قاله والله. التوبه في الساونه مكروهه. سمعتش مكروه ولا ايه؟ يا اخويا خلصني. لو فرش هيبقى عندك مكنه وتدارينا من كلاب سكك الشمامه. اما بقى لو غطا هنقضيها في الخانه والغطا هو اللي هيستر. قولي بقى فرش ولا غطا؟